تتسم حياتنا اليومية بعدة إكراهات وأحداث متوالية تجعلنا نتفاعل معها بشكل مختلف حسب الموقف الذي نتعرض له، وقد تؤدي بنا هذه المواقف إلى إظهار تفاعلات ومواقف عديدة طيلة اليوم، سواء كانت هذه المواقف إيجابية أم سلبية. وحينما نتفاعل مع هذه المواقف بسلبية، فإننا نعرض أنفسنا للإرهاق والضغط النفسي، الشيء الذي يؤدي بنا في النهاية إلى المعاناة من انعكاسات نفسية وجسدية، وقد يؤدي ذلك إلى عدة أمراض نفسية أو عضوية لا قدر الله. وحتى لا نعرض أنفسنا لهذه الانعكاسات التي تؤثر بشكل ملموس على صحتنا وتستنزف طاقتنا الحيوية، فإنه يجب علينا التعامل مع الأمور بنظرة إيجابية. فالنظرة الإيجابية للأمور متطلب يومي ومن الأهمية بمكان، مهما يكون الأمر ومهما كان الموقف الذي تعرضت له، انظر له بنظرة إيجابية. لا تنظر فقط إلى الجزء الفارغ من الكأس، وحتى لو كان الأمر مستعصيا ابحث عن حل ولا تبقى في المشكلة. فحينما تبحث عن الحل، فإن عقلك الباطن يسهل لك الطريق. واتبع منطق النحلة، تنظر دائما وتبحث عن الرحيق في كل مكان، ولا تفعل كالذبابة التي يكون مرادها دائما البحث عن القادورات والأشياء الخبيثة. لا تتسرع أيضا في الحكم على الأمور، فكما يقال كل نقمة في طيها نعمة. فعلى سبيل المثال، يحكى أنه كان في يوم من الأيام ملك، وكان لديه مستشار ينظر دائما للأمور بالنظرة الإيجابية. فكان كلما حدث شيء للملك يقول له المستشار: لعل الأمر فيه خير. وفي أحد الأيام كان الملك يتجول في أنحاء قصره رفقة مستشاره، فدخل إلى غرفة بها رحى تدور عن طريق الماء، فبدأ المستشار يشرح للملك كيف تدور الرحى. ولما اقترب الملك قريبا للرحى وضع يده عليها وقطعت الرحى أصبع الملك، فما كان من المستشار إلا أن قال له: لعل الأمر فيه خير. فاستشاط الملك غضبا وقرر سجن مستشاره. وبعد ذلك بأيام قرر الملك الخروج في جولة صيد لعدة أيام، وهذه المرة لم يكن مستشاره مرافقا له لأنه كان في السجن. وخرج الملك وحاشيته إلى الصيد، وأثناء تجول الملك لوحده ضل الطريق، فدخل إلى غابة موحشة، وكان في هذه الغابة أناس بدائيون، فوجدوه وحملوه إلى قريتهم كي يقدموه قربانا لآلهتهم، ودلفوا يزينونه ويرقصون حوله استعدادا لتقديمه قربانا للآلهة. فتقدم منه أكبرهم سنا، فلما قبض على يده تبين له أن أصبعه مبتورا وله فقط 4 أصابع، فصاح في قبيلته أن الملك لا يصلح قربانا للآلهة، فأطلقوا سراحه. وعاد الملك بعد عدة أسابيع فوجد المآتم في بلده اعتقادا من شعبه أنه مات. فرح كل من في القصر، فقال لهم الملك: أطلقوا سراح مستشاري وأحضروه إلي. فلما حضر المستشار قربه له الملك وقال له: فعلا لقد قلت حقا، لعل الأمر فيه خير، فإن قطع أصبعي فيه خير لي. ومنذ ذلك الوقت أصبح الملك ينظر نظرة إيجابية للأمور. انتهت القصة. ومن متطلبات النظرة الإيجابية كذلك مرافقة الأشخاص الإيجابيين والابتعاد عن الأشخاص السلبيين، فإن السلبية تعدي، فهي عبارة عن طاقة تصدر من الشخص السلبي
وتؤثر على من يجالسه حتى يصاب بها. ولهذا قالوا: من عاشر قوما 40 ليلة صار منهم. فإن كنت تصبو إلى النجاح وتحقيق أهدافك التي رسمتها، فلا تجلس أبدا مع من يثبط عزيمتك ويضع الأشواك في طريق نجاحك، ولا تلتفت إلى ما يقوله، فربما هي غيرة منك ومن نجاحك. وبالعكس، رافق من يشجعك على أهدافك ويتمنى لك النجاح، وابحث عن الناجحين وجالسهم حتى تستفيد من خبراتهم وتشجيعهم. وهناك متطلب آخر للنظرة الإيجابية، وهو التفاؤل. فتفاؤل دائما وانظر إلى غد مشرق ومليء بالإنجازات والنجاحات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه. وخير رفيق لك هنا هو ابتسامة جميلة. فكما أن السلبية تعدي، فإن الابتسامة تعدي كذلك. فإن تبسمت في وجه أحد ستفاجأ بأن تجده يبتسم في وجهك أيضا. هل تعلم أن عدد عضلات الوجه التي تحرك الابتسامة أقل من عضلات الوجه حينما تكون عبوسا مكتئبا؟ فأنت تنفق طاقة أقل في الابتسامة وتأخذ أجرا عليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وأخيرا، أتمنى لك نظرة إيجابية رائعة، وابتسامة جميلة، وحياة أجمل، ونجاحا باهرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.